الريال نعم. في عدم التسرع اللي كان عليه في الشوط الاول، قادر على اضافه هدف، لكن عدم اعطاء الملعب الضغط على نعم. حائز الكره في طبعا. احنا نعطي الخط الان لزميلين يوسف سيف وعصام الشوالي، اليكما مره ثانيه. شكرا للزميل خالد ياسين ولضيوفه الكرام. أيها الأحبة مشاهدي الجزيرة الرياضية في كل مكان، سهرة الكلاسيكو مستمرة. موقعة الكلاسيكو في سانتياغو برنابيو كانت مدريدية في الشوط الأول بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ولكن ميسي مرعب سانتياغو برنابيو ومرعب مدريد، قلص الفارق وبالتالي ولع الكلاسيكو. يعني برشلونة يحتاج الآن إلى هدف واحد على أساس أنه شافي. ماسكيرانو، بيكي، شوف يعني هذا اللي نسمعه معا الآن، صيحات يعني مشجعي وأنصار ريال مدريد. ليش؟ لأن يعرفون بعض، دارسين بعض، حافظين بعض. شوف الصيحات أكثر وأكثر. إذا خليتوهم يلعبون بهذا الشكل، هم ناقصين وأنتم التمرين وتعطونهم الفرصة يلعبون بهذا الشكل. لكن في بعض الأوقات اللاعب المدرب يقول لك خلهم يا أخي يتناقلون الكرة مني لين عقب بكرة، خلهم هني خلاص. لأن شوف 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 خط دفاع الريال بقيادة طبعا بيكي، سيرخي راموس وين متمركزين، خلهم هني ما لنا علاقة فيهم، خلي يتبادلون الكرة مثل ما يبون، لكن ما يتقدمون. الآن تقدم أول كان ممكن جول، ولكن ينقذ المنقذ، والكرة ما كانت فيه تسلل، ولكن المنقذ حاضر، وبيدرو حاضر، وبيدرو كاد أن يسجل الهدف السادس. وكنت أقول تخلي برشلونة يلعب يسجل في مرماك. يا سلام على الكنترول، يا سلام يا بيدرو، لاحظ الكنترول المنقذ إيكر كازياس حاضر في الموعد. وكثير من الأوقات الكبير إيكر كازياس يكون عند الموعد. هنا ابتسامة حكم المباراة مع تشافي، يعني ما عرف لغاية الآن الأجواء حتى كيف تكون، لكن مورينيو بعض المدربين يقول لك لا والله ما أشرك في هذا الوقت، ولكن عادين في عدد مرات الفوز، لاحظ ذلك. وشوف بالمقابل الألقاب، الكؤوس، كم لقب عند البرشا في تاريخه. أنت عندما تزور مثلا يعني خزائن مثلا أو الألقاب في برشلونة في الكامبانو، راح تجد 74 لقب، وراح تجد عند ريال مدريد 73 لقب، كل الألقاب. هذا بيدرو يتخلص بيدرو، ولكن أيضا المنقذ حاضر، أيضا المنقذ حاضر. وبيدرو يتلاعب، ترى بيدرو يتلاعب بسيرخي راموس ويتلاعب بمدافعي فريق الريال دون أي ردة فعل من جانب الريال. يمكن هذا اللاعب يغادر، اللي هو مسعود أوزيل أو دي ماريا. تأتي ردة الفعل مثلا الآن من جانب الفريق المكتمل الصفوف، لكن الحقيقة أن دقائق الشوط الثاني بدل برشا وكأنه مكتمل الصفوف. سامي خضيرة، تشابي ألونزو، كريستيانو رونالدو، خضيرة، دي ماريا، الكرة العالية من للاعب الأطول، ومرة أخرى سامي أو مسعود أوزيل. يعود ريال مدريد للسيطرة على الكرة، ومارسيلو هو اللاعب التسجيل هدف التعادل، الهدف اللي يكفي برشلونة لكي يتوج للمرة رقم 11 في تاريخه. مسعود أوزيل، كريستيانو رونالدو، أو هيغوين إلى أوزيل، أربيلوا، دي ماريا، أربيلوا إلى تشابي ألونزو. الريال يتبادل الكرات، انطلاقة للاعب واحد، مرور ناجح والكرة تنحط. شوف لاحظ معي العدد الهائل من مدافعي برشلونة، بالرغم من ذلك لاعب خط الوسط ريال مدريد. هنا الخطأ، هنا الضربة الحرة المباشرة لمصلحة برشلونة، وهنا ماسكيرانو.
بيكي حولها إلى نيستا، صارت خطيرة أكيد، ونيستا هم ربع وأصدقاء وفي المنتخب، لكن نيستا شاف أنه مثلا إيكر كازياس متقدم، لكن شوف اللقطة الغريبة السابقة، يعني لعب خط الوسط اللي يتخلص ويمر من ماسكيرانو وبالتالي حطها، ولكن شوف إيكر كازياس الشوط الثاني، وشوف تشافي ألونزو، مرة يك تشافي ألونزو، مرة يك سامي خضيرة، هنا يأتيك نيستا، الكرة المقطوعة على أساس تصل إلى مسعود أوزيل، سامي خضيرة مرة أخرى إلى الريال، التقدم في الجهة اليمنى والكرة الخطيرة 3-3، صاروا 3-4، وين المهارة؟ الباص الطويل يتابع الكرة مباشرة، هيدوين يسيطر عليها، الآن أعطي المساحة، ولكن من اللي يقف هذه المرة الزميلة في المنتخب الأرجنتيني هيغوين هو اللي يقطع الكرة. التبديل إذن في البرشا، سيرجيو بوسكيتس يغادر مع برشلونة في هذا الوضع اللي يتطلع فيه برشلونة مثلا ربما الدقائق القادمة. شوف خلنا نصل إلى الدقيقة مثلا 80 مثلا أكثر شوية، ربما نشوف مشاركة مثلا دافيد فيا ممكن جدا. ميسي يحول الكرة إلى الأمام، ما فيه شيء، ولكن ينقذ الموقف سيرخي راموس، ينقذ الموقف مثل ما ضاعت على بيدرو. أصبح الاثنين مثلا سونغ مع دافيد فيا، الاثنين كانوا في مع أرسنال، وسونغ امتدح فابريغاس كثيرا يوم كانوا الاثنين يعني في أرسنال، وأصبحوا الاثنين الآن مع البرشا، لكن لدينا انطلاقة في الجهة اليسرى، لاحظ بيدرو وين، ولكن في الطريق يبعد الكرة مباشرة، بيدرو مرتاح اللي يشبه كما ذكرت يعني يوهان كرويف عندما كان صغير، يعني تقريبا في شوية ملامح قصة الشعر، لكن عاد في نشوف مثلا عطاءاته، ونشوف الجول الثالث، الكرة في القائم، وانفراد حقيقي في الوقت اللي يحتاج فيه ريال مدريد الهدف الثالث، هيغوين يضيع فرصة تسجيل الهدف الثالث، يزعل إيكر كازياس، يقول يا أخي كان المفروض تنهي الموضوع، لاحظ الانفراد ولاحظ التغطية، التغطية الأخير من ماسكيرانو، وبالتالي يضيع على ريال مدريد، لكن لعبة جميلة، شوف خط وسط الريال في الشوط الأول فعل مثل ما يفعل في هذه اللقطة، هيغوين الآن، ولكن الكرة في القائم تضيع على ريال مدريد، ومشجع الفريق الملكي يقول وقته الجول، ومشجع الفريق الكتالوني يقول الجول الآن وقته. وصلنا إلى الدقيقة 80، الضربة الركنية الآن لمصلحة الريال والبحث عن تسجيل الهدف الثالث، والريال والكرة اللي تحول الرأسية من كريستيانو رونالدو، الكرة تبقى في الملعب لأنها وصلت إلى سامي خضيرة اللاعب اللي لعب اللمس السحرية قبل قليل، وهيئ الكرة إلى اللاعب اللي أضعها اللي هو هيغوين، ومباشرة تحولت إلى اللاعب المتقدم سيرخي راموس، يفك الكرة، نعم فك الكرة سيرخي راموس، وأبقى محاولة الريال على أساس تصل إلى هيغوين، والريال في حالة هجوم آخر بكرة وصلت إلى سامي خضيرة يسدد، لكن هتصطد ومرت خلاص عالية جدا يا تشافي ألونزو، عند هدف واحد يعني في 14 كلاسيكو، لكن لاحظ الفرصة الأهم، في فرص الحقيقة للتسجيل في الشوط الثاني لكلا الفريقين، ولكن طبعا الفرصة الأخيرة من هيغوين، وأصبح هيغوين اللاعب الذي سجل الهدف الأول يغادر أرضية الملعب، وبالمقابل بيدرو أيضا يغادر أرضية الملعب، والقادم هو كريم بنزيما. عاد كريم بنزيما عنده أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو، يمكن هذا الله أعلم، يمكن مهاري ممكن يعمل عمل كبير، شاب صغير يلعب الكلاسيكو الأول،
ممتاز ممتاز مهارات. شوف 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 الآن نبر مثال على هذه اللقطة. هو تيو بمتابعة أكثر من لاعب، لا خلاص الوقت صار صاحب، لكن بقت محاولة البرشا، تقدم أنيستا إلى تيو. تيو أعتقد فكرة تيو مني يسدد الكرة تجاه مرمى إيكر كاسياس، لكن الفكرة نهيئة الكرة اللي ضاعت. وبالتالي شوف ريال مدريد إذا ما تألق مثلا مودريتش يعني ومسعود أوزيل ومورينيو الآن يوجه اللاعب الجديد جدا جدا في مشاركة الأولى. أنت تصور يعني يأتيك لاعب جديد شاب في سانتياغو برنابيو يلعب في الكلاسيكو. فاز برشلونة، راح تشوف الاستياء كما ذكرت مرة واحدة في 86 فاز ريال مدريد على برشلونة في برشلونة على ريال مدريد في الكأس، واخذ من الكأس في سانتياغو برنابيو. الآن سانتياغو برنابيو يغلي والضربة الركنية اللعبة جاز، وعلى ريال مدريد ألا يتلقى هدف. كرة مشتركة ما بين خوزيه كايخون ورميت التماس هنا للبرشا. البرشا في بعض الدقائق كان في حالته تقريبا، يعني في الشوط الثاني من المباراة ما كان في الشوط الأول. هنا تشافي ألونزو، ماتيو لاهوز، لأن يعني 13 مباراة لريال مدريد دون أن يتلقى ريال مدريد أي خسارة، 12 فوز وتعادل واحد. راح نشوف الدقائق الثلاث القادمة الوقت المحتسب للبدل الضائع للشوط الثاني من المباراة، وبالتالي على أمل أن البرشا يعمل شيء، على أمل أن كريستيانو رونالدو، على أمل أن كريم بنزيما ممكن يهون الموضوع. أوه مودريتش، ومرة أخرى قذيفة قوية صاروخية إلى خارج أرضية الملعب. يا هي كرواتيا كلها اندمت عليك يا مودريتش، يا ربعك في إنجلترا وفي توتنهام وعائلتك وأصدقائك سوكر والكل في كرواتيا ندم على ضياع هذه الفرصة. تعود مرة أخرى للريال اللعبة، ولكنها وصلت إلى فيكتور بالديز. الدقيقة الأولى، ما مرت الدقيقة الأولى، ياها صعبة على مشجعي الفريق الملكي وتمر بطيئة على الفريق الملكي. انطلاقة من التقدم الكاس بار، لا المنقذ موجود إيكر كاسياس موجود، وبالتالي ضاعت على برشلونة، ولكنها باقية لأن الضربة الركنية حاضرة. إيكر كاسياس اللي قم وقام بدور المنقذ، الكرة الضربة الركنية لعبت إلى الأمام، ومرة أخرى الكرة المشتركة متبادلة وصلت إلى البرشا. مرة أخرى لحظات صعبة في الكلاسيكو، التقدم ومحاولة المرور. لاحظ عدد اللاعبين الحاضرين هنا، سون يسيطر أو إلى ميسي الله ضاعت. يحب الكرات هذه اللي على القدم اليسرى، يا هو يحب حبا عميقا. شوف بهذا الشكل يسجل في الليغا بهذا الشكل، حلوة من صار. وتقدم ميسي، اختار الزاوية هذه بالضبط اللي سجل منها في مرمى أوساسونا، وبالتالي هو الآن يضيع الفرصة. باقي دقيقة واحدة، شوف الإعلام البيضاء والثمانين ألف متفرج يصرخون يهتفون لإيكر كاسياس الذي أنقذ الريال في كثير من المناسبات. لحظات وثواني معدودات، وإيكر كاسياس والمشهد في سانتياغو برنابيو، والتسمر في مدريد والتسمر في برشلونة وأسبانيا والعالم على الثواني المتبقية للشوط الثاني من المباراة. ظهرت كل الأعلام البيضاء للفريق الأبيض، والفريق اللي عانى الأمرين وهو يلاقي برشلونة على مدى الكلاسيكو في السبع مباريات في معقل. مدريد ما فاز، لكن اليوم يفوز باللقب مع مودريتش الجديد، مع ريال مدريد اللي يتمكن من الفوز باللقب. شوف الكامبانو، الكلاسيكو كان في الشوط الثاني في سانتياغو برنابيو، كان الكلاسيكو في الشوط الأول من المباراة، ما تغير شيء في الشوط الثاني. كانت فرصة كبيرة حقيقة لبرشلونة، ولكن الفرص ضائعة،
الفرص ضاعت، والمنقذ حاضر، والمنقذ كان في الكامبانو، والمنقذ كان